الدين كله معرفة الحق والإحسان إلى الخلق. طيب يقول ابن القيم هذا قمام الدين، ملاك ذلك يعني الشيء اللي يتحقق كيف؟ كيف نحقق معرفة الحق ونحقق الإحسان إلى الخلق؟ قال ابن القيم أن تكون مع الحق بلا خلق، وأن تكون مع الخلق بلا نفس. كلام عجيب، شنو يعني الكلام ده؟ أن تكون مع الحق بلا خلق، لما تعامل ربك أخرج الخلق بينك وبين ربك، لا تلتفت إليهم ولا تتعلق بهم ولا تنظر إليهم، وكن متجردا لربك جل وعلا. فالله عز وجل لا يتعامل معه بالوسائط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألك عبادي عني ما قال فقل إني قريب، حتى لا تكون كلمة فقل واسطة، فأجاب مباشرة فإني قريب. إذا عاملت الخلق، إذا عاملت الخالق، اعتبر نفسك في الكون لوحدك، ولا تعتبر أن هنالك مخلوق، ولا تنظر إلى مخلوق ولا تقيمه، ولا تجعل لأحد وزنا مع الله. هذا والله صحيح. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. أن تكون مع الحق بلا خلق. تصلي اعتبر نفسك أنت براك في الكون. لذلك قال ابن القيم كن واحدا في واحد لواحده. كن واحدا يعني كن عبدا لله وحدك، واعتبر نفسك عبد لله لوحدك. لواحد أي لله، في واحد في طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أن تكون مع الحق بلا خلق، حتى لا تقع في الرياء والسمعة والتفات القلب إلى غير الله، والوقوع في الشرك وتقديس البشر وتعظيم الناس أكثر مما تعظم ربك سبحانه. والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي ناس بيحبوا غير الله، ومن الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا عين الشرك. وأن تكون مع الخلق بلا نفس، الأولى الثانية، الأولى معرفة الحق والإحسان إلى الخلق. أن تكون مع الحق بلا خلق، وأن تكون مع الخلق بلا نفس. بلا نفس يعني شو؟ لما تتعامل مع الناس طلع نفسك وتجرد من حظوظك، وتنازل عن كبريائك، تنازل من كب من 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 صفات الكبر والعجب. ما تقول أنا، يهيني أنا، ما يطيعني أنا. هاي ما يطيعك أنت في شنو؟ تعامل فيها شنو يعني؟ أي زول يخد نفسه يعمل لنفسه قيمة لا يستطيع أن يتواضع. التواضع يحتاج إلى التجرد من النفس وحظوظها وكبريائها وأنفتها. فإذا أردت أن تعامل الخلق معاملة طيبة، بينك وبين الخلق نفسك، أزح النفس بينك وبين الخلق. وإذا أردت أن تعامل الله فالخلق بينك وبين الله، أزح الخلق في طريق تعاملك مع الله جل وعلا.